استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بمكتبه في مقر وزارة الداخلية صباح اليوم نخبة من الضباط الكويتيين خريجي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والكلية البحرية بجمهورية مصر العربية وجامعة بليموث بالمملكة المتحدة. الله على ما أقوله شيء، والله على ما أقوله شيء. أرجو أن القسم اللي قسمتوه دائما بين عيونكم، أنتم مؤمنين على أعراض وأرواح وممتلكات أهل الكويت والمقيمين عليها، فأرجو دائما هذا القسم يكون بين عيونكم، مخافة رب العالمين، تطبيق القانون على أي من كان.